الحمد لله والشكر، مرحلة الخطأ والخوف راحت، وهذا بفضل من رب العالمين. وأنا بصراحة ما توقعت أن العصفور يتألف بهذه السرعة، تعتبر هاي السرعة وكلش كلش زينة ممتازة. وهاي الفترة قصيرة أعتبرها، لأن أنا أول ما جبت العصفور فكرت أبيعه لأنه كلش متوحش، جدا متوحش وخائف. والحمد لله والشكر أمس طلعته من القفص، واليوم حسيت فيه يحاول يجي على إيدي يتقرب. طبعا كان عندي عصفور أليف يجي على كتفي ويشوفه يحاول يقلده من جهة الكتف، وأكل من إيدي أول مرة حسيت في عامل الخوف تخلص من عنده، والحمد لله والشكر. وهذا فضل من رب العالمين، ولا لا مجهودي ولا ذكائي، نعمة من الله. وأنا أوصل أخوة اللي يحاول يآلف عصفور يحاول يصبر عليه، يعني يحتاج صبر كلش كلش قوي. العصافير يعني علاقات بالبشر نفس علاقة البشر مع بعض، ما تقدر تكسب ثقة إنسان إلا تصبر عليه وتتحمله. نفس الشيء العصافير، أنا عشت فيهم عمر ولاحظت أن إذا يشعر بالأمان والاهتمام راح يتآلف معك. هذا العصفور الأليف وهذا العصفور الوحشي، الحمد لله وشكرا تآلفه.